المانيا المانيا استراليا يا جماعه، ايطاليا كرواتيا امريكا الجنوبيه كذا. هد هد انت وياه، خلونا نركز وين نروح يا جماعه. المساله وجهه نظر. عطنا اقتراحك يا ابو وجهه نظر. اي اي انا اشوف 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 ان احنا نروح للمالديف ورا ما نروح النمسا او سويسرا. لا 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 باي من اسمها فلوسها كثيره. اهدى طيب اقترح انت. نروح الاكوادور. انت عارف وين مكان هذه ولا قلتها كذا بس؟ اسمها رهيب كي تحس فيه كودره في الموضوع. لا يا شيخ يا عيال خلوا موضوعكم علي، انا عارف من اللي يدبركم. انا يا عيال اشوف موضوعكم سهالات، ما يجزي مني اقدر اسنعكم. تكفى يا الذيب تكفى يا الذيب سنعنا. اول شيء لازم تروحون لمدوله موضوع فيه سهالات وما يطول، ما هو بطقه والحقه. مثلا عندك دول الشنغن بأوروبا، هذه موضوع فيزا يدبل تسبدك ويغثك، تقعد شهرين ما اطلع عن جوازاتك. اوف شهرين كذا انتهت الاجازه يا ابوي. هذا ايش زين لكم انتم اللي ما خططتوا له من بدري. طيب وش الحل؟ نقرب ورقات البلوت ونكنسل السفر. مو بالي اللي تعوق معي، ما لكم الا اسنعكم بسفر وحجوزات، بس ها بشرط. وشو؟ أروح معكم. لا يا شيخ الحين القطه يلا يلا تكفينا، تبي تروح معنا بعد؟ علشانك ودلعم ابى اضبطكم، بس ها جيبوا لي صحن شاورما عربي وازهل هو الباقي. كفو! وبتذا سنعتكم باحلى سفره لمده 10 ايام 15000 ريال تذاكر وسفر ومعيشه. يا اخي ما شاء الله تبارك الله على ذا الولد، وشلون كذا؟ ما قلت لكم يا عيال بيضبطنا؟ بالمناسبه هذه يحضر لك احلى شاورما عربي. مشكور يا ابوي على هذه الخدمه اللي ما راح ننساها لك طول العمر طول الدهر. صالح كذا حجزوا سفر طول العمر طول الدهر. صالح كذا حجزوا سفر طول العمر طول الدهر. صالح كذا حجزوا سفر. يا جماعه اسمحوا لي انا ما اقدر اسافر معاكم لانه جوازي منتهي. يا رجال ما دوينا عنك ولا طقنا لك خبر، حجزنا وقضينا. يا رب تخرب عليكم السفره. طول العمر طول الدهر كفته كذا ما في سفر. طول العمر طول الدهر كفته كذا ما في سفر. هاي عيال اغراضكم كامله. ايه كامله وجاهزه يا ابن الحلال، ايش فيك انت؟ هلا حولت كاش ولا لا يا ياسر؟ اطع عليك محولها خذ. لا 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 خلها معك، انا معي فيزا، تعامل بالفيزا. ايش فيك انت؟ حبيبي ما توهقني، متفقين من يومنا في الرياض ان القطه معك. خذ هد اللعبه عيال، خلونا نطلب سياره من التطبيق. اي تطبيق ابن الحلال، شرايحنا كلها سعوديه ما فعلنا تجوال. اي والله انك صادق، بعد شوي نشتري من شرايحهم، والحين خلونا نروح بتاكسي. اوكي اوكي. هي ما تشوف انت غبي. واتس رونج مان؟ هي هي اهدى 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 اهدى. وي ار سوري وي ار سوري. سوري مين يا عمي؟ خليه يروح ينقلع بس. لكن شفيك هو شابة ما شفت شلون طقني. Hello, you need a taxi sir? Yes, please come. يلا لو جينا. خلاص يا أبوي روح. يوه هذا وقت حمامي ابن الحلال، وين ما سويتها في المطار؟ يا أبوي ما حطول دقيقة وحجي. اخلص لا تتاخر. يا عيال الوضع جوع، دورونا على مطعم عربي. ابي مندي. شو ذا القروي؟ بطني ولا بطنك؟ يا ابن الحلال بطنك بس رز رز دجاج دجاج. يا اخي خلينا نغير نشوف شيء جديد. لا يا شيخ تبينا نروح مطاعمهم واكل خنزير؟ يا ابن الحلال ما حد قالك كل خنزير، عندهم اشياء ثانيه واكلات حلوه. يا جماعه فكونا من ذا النقاش، بعدين لاحقين على البلع. شوفوا لنا عبسي ذا اللي راح وتاخر ولا جاي الحين. خلاص انا بروح اجيبه واجي.
followed your car from the airport to here. You are Yalid in disguise and called him Ya Ghabi. Ana Ghabi. Ana. You think we don't understand Arabic? I am sorry, Sadiq. I am sorry. You are in my country. You should respect me. No? وين شكش؟ سم. وش اللي سم؟ وين شكش؟ ما ادري. يا ليل. شلون ما تدري؟ وين انتص؟ حسب جاكم. يا عيال. يا عيال ترى ما ينفع كذا، ما ينفع ابدا. مشينا كلنا ندوره، يلا يلا. لا لا انتم روحوا دوروا وانا بقعد في السيارة عند الشنط. لا لا لا، انا اقعد عند الشنط، انتم روحوا. وش روح. ما ادري عنه بعد الله يهديه. انزل وشق لكن عنده اخويا ولا شيء. اكسكيوز مي. يس. ديد يو سي امان قلنا خشمك كذا. هاز نوز مفغوسكي ابسي هذا. يس اي سيم هيم. وير از هي؟ اي هاف سين ذا بوليس مان از تيكينج هيم فور ا بوليس ستيشن. واي؟ اي دونت نو. ثانك يو ثانك يو. بالله يا تركي فهد والله ما كان قصدي والله ما كان قصدي كله. اسكت اسكت نكبتنا انت وجهك خلني اتصرف. اص سوري يا قصر. ليت مي اكسبلين واتس هابن. وات هابن از He didn't mean to harass her. He entered by mistake. We don't care about intentions. We only care about the law. And this calls for a ticket. And he should pay a penalty. Pay a penalty? Under which law is that? You could either pay or leave your friend here for the night. شفت؟ الحين بنطلعك من فلوس القطة. اوكي افس وقول باي. حسبي الله ونعم الوكيل. Excuse me, I found the reservation and there's a name for only one room. One room? How could this be? We booked two rooms. Every room, two single person. The reservation is confirmed for only one room, for both Shukush and Yasser. Can we book another room? There is no other room. The hotel is full. وش تقول ذي؟ أبد. تقول إنه ما في حجز إلا غرفة واحدة بس. أما عاد. للسبايك هذول. ايه اسمع انا تعبان وابغى انام ورجكم البايخه دي لا تدخلوني فيها والغرفه هذه حنام فيها واللي نكبنا ولد عمه يتصرف. هذا نظامك بعدين وش دخلني انا؟ اهدوا اهدوا يا جماعه وش فيكم؟ ترانا في اوتيل لا تفضحونا فكونا من الهواش. اقول يا عامر شوف ايش رايك لو نطلع انا وياك ندور اوتيل ثاني خلاص وهم هذولي
يسكنون في الفندق. أجل كذا أقدر أنا أقول أباخذ شنطتي بكبر راسي وبنام وبشبك على واي فاي الفندق، وأي شيء يصير معكم طمنونا على الواتساب. فمن الله. أبوك يا السحبة. I am sorry. أبوك يا الزلايف. رجال مرمطة. You again? Yes. What happened? Why are you out again? Because we have a problem in the hotel booking. Now? How? وش ذا الريحة؟ إيش هذه الريحة؟ حمام في كذا الغرفة؟ أنا أول مرة أشوف غرفة ثلاثة في ثلاثة. يا ابن الحلال أنت متأكد هذه الغرفة نفس اللي شفناها في الموقع؟ خلنا نلحق على العيال إن كانهم ما راحوا. يلا يلا. ياها وربي ما هانت علي الصحوبية أسيبكم. وش جابك يا السحبة أنت وياه؟ أفا يا عيال يعني تهقونها مننا، نترك أخويانا يتمشون يدورون فنادق وننام. إيه هذا عشمنا فيكم. كفو كفو قطيب. الله يكبك ترد عمك. أقول فكونا من البربرة حقتكم مضيعة الوقت، خلنا نشوف حل هالمشكلة. Yes. Do you know an hotel has a plenty of rooms؟ I think it's a little bit hard now because we're at high season and the hotels are busy and full. What is the solution? I think I can take you somewhere to find the available rooms, but the rate is gonna be too high for you guys. وش يقول ذا؟ يقول انه يعرف مكان بس انه غالي. يا ابن الحلال اهم شيء ننام ونرتاح وبكره يصير خير. وهو صادق. كفو يا التاكسي الخبرة. والله حبيت الادب يا انا. اوكي يلا يلا عيال مشينا. اوكي يلا. هلا بالعيال. دركسونات منا ومنا. The hotel you told us is far from here? No. We just almost there. The problem. Can you help me out, please? Yeah, sure. Thank you. يا ليل ما هو بوقته ابدا. قسم بالله يا همعوك سمعنا وين ما نطقها عوجه. صح لسانك ابوي قصيده حلوه بس ايش يعني معوكسه ذا؟ اقول ما ودك تعضلك على شحمه لا اصنك على اذنك. ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل على عيال بعض الناس. ايه وش تقصد؟ ترى ادري انك تقصدني ما لها داعي تفهم ولا لا؟ اقول ما ودك تسكت انت. هدوا هدوا الليل. اختي رجال بطيل. وانت شغلتنا. حبيته حبيته. حسبي الله ونعم الوكيل. الله لا يوفقه. عيني وابلع الخامس. اذا فيك خير عطني برشلونيا. هذه سابع مره ركك به. اذا شكوش رجع من السفر اخليه يدق راسك دق. مر على طاري شكوش وش زينون عيال الحين؟ ما اعرف بس الى الحين ما نزلوا سنابات. ايه تلقاه فالين والده والدينا شوكه في هات ومطاعم وشلهات.
رزاق. انت قد سافرت برا خارج المملكه زيهم؟ يا ليت والله، اشمسيه ما تعديته. وكيف صار عندك خبره في الحجوزات؟ هذه خاله لي زهمت عليها كل يوم تروح ورجها لمصر تزين عمليه تجميل تكميم، الزبده انها تتسافر. قالت اولا يا صالح ضبطا، بس ابشري وانا امع طلابته. معطته ابوه، ومن موقع الموقع من موقع الموقع، وصرت عقبه خبير حجوزات. يعني اذا بغيت اسافر اكلم خالتي عائشه؟ هذا استيمه يا ولي، بس حسبت اني قاعد معك. يغار يا لك راقي دا تفير ماشي بلا خاك شافي بيتا كاي تريتك يا تغلاني شرمتكي شرمتكي شو مايمر شنا شنا كت 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 ما شرطيت كت وير بغور يا تيمان خلق مكتب كتا شنا كاي تريتك يا تغلاني ساينر ما يتغيت واتكني واتكني كتي واتكني تفيدان وش السمات يا عيال؟ أنا خلاص، أنا تعبت، أبي أروح السعودية وربي تبعبلت عليك خلاص. يا شباب، لا أحد يتكلم مع أحد، الثقة صارت 0%. خلونا نشوف لنا دبلة ونروح للسفارة. أنا جيت والله جابك. يا لب قلبك دبرنا يرحم والديك. جيت أنا من السماء، من يوم ما سمعت الشيلات كذا رجعت من الحياة، مع إني ما أحبه. مرحبا بو. تكفى يا ولد العم بزعلنا، حنا انصرفنا، تكفى بزعلنا. What happened to you? What happened? شو السالفة؟ We are so sorry. We thought that you are an Arabic. Because you are listening to this song, Sheila. This flesh. Some tourists forgot this flesh here. وش يقول ذا؟ أبد يقول إنه واحد من السياح نسى عنده الفلاش ميموري هذا اللي فيه الشيلة دي. Listen, we have got nothing. We lost our money. Our passport been steal. Please help us. Okay, okay. Don't worry. You are safe now. I will take you to your embassy. وش يقول بعد؟ أبد يقول أنتم في أمان وأنه إحنا نثق فيه وأنه بيساعدنا. لا لا ساعدنا وش هو؟ يلا يا عيال. Trust me, you are safe. طيارة طارت فوق يا بابا وفيها حبيبي. ها بشر يا مدير الجروب زبطت المظابيط. سنعتك بأحلى سفرية. تقول وينك من مبطي؟ والله يا تبي تستانس. أركب الطيارة وذا والله حماس يا شيخ. شوف اسمع زبطتني حزبطك شاورما لرجل المهمة عربي دبل عليك أشكي بالمخلل. لا أركب بديتي.